توفير البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات العلاجية الأساسية للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيد النائب. شكرا السيدة الرئيسة، السيدات السادة الوزراء، السيدات السادة النواب المحترمين. نسألكم السيد الوزير عن البنية التحتية والتجهيزات في المستشفيات، ونسألكم عن جودة الخدمات بالمستشفيات، وشكرا. شكرا، تفضل السيد الوزير. شكرا السيد النائب، هذا سؤال عام غنعطيك كذلك جواب عام. فهناك تفعيل مخططات عملية لتلبية الخدمات في إطار المساواة وحسب الإمكانيات. إلا بغينا نتكلموا على الأقطاب والمركبات الاستشفائية، اليوم عندنا 5 ديال لي سي اش يو، مراكز استشفائية جامعية، 3 في الطريق، طنجة 65% الأشغال، أكادير أكثر من 10% الأشغال، وإن شاء الله تقدم الدراسات التقنية بالنسبة للعيون. هناك استراتيجية وطنية كذلك لإعادة تأهيل المستشفيات الإقليمية في إطار ما يسمى ببرنامج الصحة المغرب 3 اللي ممول جزئيا من طرف البنك الاوروبي للتنميه. 17 المركز الاستشفائي اللي كيهموا الامر، مستشفيات جديده في الجديده وفي خنيفره وفي سله مؤخرا تم افتتاحه، تماره ان شاء الله في القريب، ثم مستشفيات عرفت التوسعه العرايش وقلعه الصراغنه وتازه والحسيمه واخرى ان شاء الله غتتالي في هذه السنه وبدايه هذه السنه، طنجه وشفشاون ورزازات والراشيديه والصويره وتارودانت. ثم هناك تطور ملموس في تقدم الاشغال في مجموعه المستشفيات الاقليميه جديده كالحسيمه وكالدريوش. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب حول الموضوع؟ تعقيب السيد. شكرا السيد الوزير على الاجابه. كنظن ان الوزاره دارت مجهودات كبيره في البنيات التحتيه خصوصا المستشفيات. وين كنهضروا على الجوده، كنظن ان الجوده لا تواكب ما تقوم به الوزاره، وهذا هو الخلل اللي كاين في الوزارة الصحة. وكنظن أن هذا المشكل اللي مابغاش توعى به الوزارة، لأن المشكل فين كاين؟ أولا كاين في سوء تدبير الموارد البشرية، لأن كنلقاو مستشفيات فيهم ممرضين أقل من مستوصفات، كنلقاو مستوصف حدا المستشفى فيه عدد كبير تاع الممرضين، يعني الخدمة اللي كتقوم بها المستشفى أكبر بكبير من المستوصف، هذا من جهة. ومن جهة أخرى مشكل تاع منظومة، كنظن أن منظومة الصحة في المغرب تجاوز الظهر عنها، لان نظن ان المنظومه ما بقاتش خدامه على الصعيد الدولي، لان عدد كبير تاع الانظمه الدول انها ما بقاش كتفرق ما بين القطاع الخاص والعام. المغرب هنا ما حد عندنا ان قطاع خاص وعام، كنظن ان ما نوصلوش واحد المستوى، لان عدد كبير تاع الموارد البشريه كاينه في القطاع العام ما عندهاش حق تخدم في القطاع الخاص، عدد كبير تاع التجهيزات كاينه في القطاع الخاص وما يمكنش تستافد منها الاطباء تاع القطاع العام. لهذا كنظن ان المنظومه خاصها تكون فيها واحد طورة، لأن عدد كبير تاع الدول تجاوزت، لأن ملي كنرجعوا كنبقاو نرجعوا في القطاع العام والخاص ما غنوصلوش، لأن الخدمات اللي كتقدم من القطاع الخاص تقريبا واحد 10% 20% من الأمراض اللي كاينة في المغرب، وين التجهيزات اللي عنده تفوق تقريبا 90% التجهيزات اللي كاينة في القطاع العام. لهذا كنظن أن لابد من أن نديروا واحد الوقفة وناخذوا القرار الصحيح. شكراً في شكراً السيد. شكراً. تعقيب إضافي؟ تفضل السيد. شكرا السيد الوزير. الناس في العالم القروي خصوصا والمناطق الجبلية يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على شهادة الإذن بالدفن كلما كانت لديهم وفاة. وسبق لنا السيد الوزير طرحنا المشكل معكم في المكتب ديالكم، مشكورين. الأطر الطبية ترفض معاينة الأموات، كذلك السلطات المحلية. لذلك السيد الوزير، ماذا أنتم فاعلون لرفع هذا الحيف على ساكنة العالم القروي خصوصا؟ وشكرا. تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير إذا كاين شي تكملة. نبقاو في سؤال متعلق بالتجهيزات والخدمات العلاجية. هنا أنا متفق أنه المسألة تتعلق اليوم بالحكمة في مقاربة جديدة لتدبير الموارد البشرية والتعاون بين هذه الموارد، يعني لا ميوتواليزاسيون ديال الموارد اللي يمكن تكون على المستوى الترابي. احنا الان في وضعيه اصلاح ديال عميق لمنظومتنا الصحيه، هناك يعني توجيهات ملكيه ساميه في هذا الجانب. تكلمتوا على التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، ماشي يعني ماشي ما كاينش، راه كاين هذا سينرجي. هناك اولا شراء الخدمات من القطاع الخاص فيما يتعلق بتصفيه ديال الدم اكثر من 250 مليون ديال الدرهم، هناك كذلك شراء خدمات ديال اطباء القطاع الخاص اللي كيجيو يشتغلوا في المستشفيات العموميه، وعندنا امكانيه
ورغبه في تطوير هذه العلاقه في اطار هذا المنظور الجديد اللي تكلمتوا عليه ديال منظومه صحيه واحده. شكرا. شكرا.